اتولد جمال عبد الناصر حسين خليل في 15 يناير 1918 في منطقة بكوز بالأسكندرية لأب صعيدي من قرية بني مور بيعمل في مصلحة البريد، وأم ابن التاجر فحم في الإسكندرية اسمها فهيمة محمد حمال. لما بقى عنده 6 سنين انتقل والده للعمل في قرية الخطبة، وعلشان ما كانش فيه مدرسة ابتدائي بعت والده للقاهرة لعمه خليل حسين علشان يدخل مدرسة ابتدائي، والتحق بمدرسة النحاسين الابتدائية في الجمالية. عمه خليل حسين مناضل قديم وكان قاعد فترة في السجن علشان شارك في ثورة 1919 وما كانش عنده أسرة ولا أولاد. جمال عبد الناصر في الفترة دي كان على تواصل مع أسرته من خلال الجوابات والزيارات، وفي أجازة صيف 1926 رجع لزيارة أسرته وعرف إن والدته توفت من أسابيع وهي بتولد أخو شوقي ومحدش بلغه. بيقول جمال عبد الناصر عن وفاة أمه: لقد كان فقد أمي في حد ذاته أمرا محزنا للغاية، أما فقدها بهذه الطريقة فقد كانت صدمة تركت فيا شعورا لا يمحوه الزمن. انتقل والده للعمل مرة تانية في الإسكندرية عام 1930. رجع جمال عبد الناصر علشان يعيش مع والده. في الفترة دي كان اتكون وجدانه القومي واشترك في مظاهرات الطلبة وأصيب في المظاهرات وتم القبض عليه، وترك الحادث ده أثر كبير في شخصية جمال عبد الناصر. بدأ شغفه بالقراءة في التاريخ والموضوعات الوطنية واهتم بالأدب العربي، وذكر جمال عبد الناصر في أكتر من مناسبة أنه تأثر برواية عودة الروح للكاتب توفيق الحكيم، وكانت أول كتاباته مقال بعنوان فولتير رجل الحرية. في عام 1935 وفي حفل مدرسة النهضة السنوية لعب الطالب جمال عبد الناصر دور يوليوس قيصر بطل تحرير الجماهير في مسرحية شكسبير، وبدأ في كتابة رواية بعنوان في سبيل الحرية عن معركة رشيد. وفي نفس السنة اندلعت مظاهرات الطلبة والعمال في البلاد بعد تصريح وزير الخارجية البريطاني سامويل هور، واللي أعلن فيه رفض إنجلترا لعودة الحياة الدستورية في مصر. وقاد جمال عبد الناصر مظاهرة من تلاميذ المدارس السنوية واجهتهم قوة من البوليس الإنجليزي، واتصاب جمال عبد الناصر في جبينه. بعدها انضم جمال عبد الناصر في وفود الطلبة اللي كانت بتروح لبيوت الزعماء علشان تطلب منهم إنهم يتحدوا من أجل مصر. أنهى جمال عبد الناصر مرحلة الثانوية وأدرك إن تحرير مصر مش هيتم بالخطب لكن هيتم بالقوة، فقرر إنه يلتحق بالكلية الحربية. تم رفضه لأنه ابن موظف بسيط، فالتحق بكلية الحقوق، وبعد معاهدة 1936 اتقدم مرة تانية للكلية الحربية وتم قبوله. كانت مكتبة الكلية الحربية غنية بالكتب القيمة، ومن لائحة الاستعارة في مكتبة الكلية الحربية اتبين ان جمال عبد الناصر قرأ عن سير عظماء التاريخ، وقرأ الكتب اللي بتعالج شؤون الشرق الأوسط، وقرأ عن الحرب العالمية الأولى وعن حرب فلسطين وعن تاريخ ثورة 1919. اتخرج جمال عبد الناصر من الكلية الحربية واتنقل الى منقبات في الصعيد، وهناك اتعرف على انور السادات وعبد الحكيم عامر، وبعدها خدم في الخرطوم في السودان في جبل الاولياء. وفي عام 1941 رجع جمال عبد الناصر لمصر واتنقل لخطوط القتال في العالمين لما قامت الحرب العالمية الثانية، وبعدها تم تعيينه مدرس في الكلية الحربية عام 1943. في عام 1944 تزوج جمال عبد الناصر من السيدة تحية كاظم ابن التاجر من رعايا ايران، وعقب صدور قرار تقسيم فلسطين أمرت الحكومة المصرية الجيش رسميا بالمشاركة في الحرب، وشارك جمال عبد الناصر في حرب فلسطين، وكانت رتبته صاغ، وأصيب جمال عبد الناصر مرتين أثناء الحرب. انتهت الحرب بهدنة، ورجع جمال عبد الناصر لمصر وتم تعيينه مدرس في كلية أركان حرب، واللي كان نجح في امتحانها عام 1948. في الفترة دي كان بيدرب الفدائيين المصريين للعمل ضد القاعدة البريطانية في قناة السويس، وبدأ التخطيط للثورة. وفي 23 يوليو عام 1952 قامت حركة الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر، ونجحت في الاستيلاء على قيادة الجيش وإبعاد الملك فاروق عن حكم مصر وتحويل مصر من النظام الملكي للنظام الجمهوري، وأصبح جمال عبد الناصر تاني رئيس لمصر بعد محمد نجيب.